فترة النزوع كان يعني ما تجمعش الناس داخل هذه في مثل هذه الأعياد. من بين ركام المآسي ومن الخيام يحتفي النازحون بعيدهم الخاص بهم، أعياد شاحبة وملامح لوحتها رياح العرى وغبار النزوح. يعيش النازحون تفاصيل عيد غير مكتمل نتيجة ما خلفته حرب الإنقلابيين وما يعيشه النازحون من ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد. كنا قاسين بلاد يعني مش بلادنا تمام يعني، وكنا يعني نشتغل أشغال متوفرة لنا بها حق عيد يعني نعيد زي ما نكون ببلادنا تمام، ويعني كان يعني العيد ما لهش طعم نهائيا لما كنا نازحين. كان نقصنا يعني الملابس يعني لو اشتري. العيد بعيد عن الأهل والديار لثلاثة ملايين نازح، سبب للحزن يضاعف من مأساة حياتهم. فبحسب إعلان سابق للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين في البلاد تجاوز 3 ملايين نازح، أما خارجها فيعاني اليمنيون من غربة ممزوجة بأوجاع بلد يعاني من الحرب والفقر والأوبئة لثلاث سنوات. آلاف الأسر اليمنية التي توجهت إلى بلدان مختلفة، كثير منهم تقطعت بهم سبل العودة لديارهم بعد اندلاع الحرب، وعرقوا في بلد دخلوها لأغراض العلاج والتعليم والتجارة فحرموا من العودة إلى بلادهم. يقول أحد المهاجرين: جئت لاجئا من الحرب فوجدت حربا إنسانية أخرى أسوأ بكثير هنا. ويضيف صالح: نحن لا نستطيع العمل هنا ولا نستطيع كسب المال لتوفير ما يسد حاجتنا اليومية من نفقات سكن وعلاج وطعام ودراسة لأولادنا. الحرب ذاتها التي حولت الطلاب اليمنيين المبتعثين إلى لاجئين وسط معاناة معيشية قاسية جراء فشل الحكومة في تأمين مصاريفهم، فكان عيدهم وجها للغربة عن وطنهم.